مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، برزت مطالبات شعبية في محافظة المثنى بتجميد أو تشكيل لجان رقابية على المسؤولين ومديري الدوائر في المحافظة لضمان عدم استغلال نفوذهم في الدعاية الانتخابية وكسب مزيد من الأصوات على حساب غيرهم. مع مراقبة المسؤولين، مجلس محافظة والمحافظ، يعني خافات يرشحون، لازم احنا نراقبهم. مو رأساً هو يجي يرشح وماكو فائدة، شنو سوينا؟ يعني نفس الشيء، هو طلع لمنصبه وما يعني لا فاد البلد ولا فاد المحافظة. يعني هو يستغل منصبه على مود الانتخابات وعلى مود يستغل بالناس، يجيب له حاجة، يجيب له بطاطين، يجيب له شغلات. أناشد المواطن العراقي لا يضحكون عليه ببطانيته. حتى المرجعية أيدت ناس جديدة. إحنا مع تجميد الصلاحية، لأن هذول استقلوا منصبهم، ما راح يفيدوننا بشيء، لا استفدنا منهم بالدورة الأولى ولا استفدنا منهم بالدورة الثانية ولا بالدورة الثالثة. هم هذول نفسهم ما راح يفيدوننا بشيء. أي واحد يرشح مع مراقبته، لأنه حتى ما يعيد من جديد ولا يستغل منصبه، لأنه سبق وأن ترشحناهم ونفس الوقت بدون مراقبة واشتغلوا كيفهم. أنا مع مراقبة المسؤول حتى ما يستغل منصبه، لأنه الأغلبية 15 سنة عرفناها بشنو، كل الشعب صغير وكبير حرامية. ولضمان منافسة انتخابية نزيهة، دعا قانونيون الجهات المعنية إلى تجميد صلاحيات المسؤولين ممن سيخوضون غمار الانتخابات، وذلك منعا لاستغلال المناصب وأموال الدولة في دعاياتهم الانتخابية. أنا مع استقالة أو تجميد كل أعضاء الحكومة المحلية كأعضاء مجلس بلدي أو أعضاء مجلس المحافظة، حتى لا يستغلوا المال العام ولا يستغلوا معدات الدولة ولا يستغلوا حتى وظائفهم بالضغط على موظفين الدوائر ومدراء الدوائر من أجل استمالة أصواتهم والحصول على أصوات والفوز في الانتخابات القادمة، ولتكون المنافسة شريفة ومنافسة صحيحة وقانونية. ويبدو أن المنافسة ستحتدم بشدة مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، فيما لجأ أغلب المرشحين إلى القواعد العشائرية لتعزيز حظوظهم بالفوز وحصد مزيد من الأصوات. من المثنى، ضياء عارف، التغيير.